السلام عليكم، كيف حالك يا وحش؟ اليوم رجع لك في مقطع جديد. أتمنى قبل أن نبدأ أنك تضغط لايك واشتراك، والله يعطيك ألف عافية. مقطع اليوم راح نتكلم عن حل مشكلة الشات في الأونلاين، فخلونا نبدأ الحين. بسم الله، دقيقة بس خلونا نذبح هذا. أفا 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 أفا، يلا يلا همشينا، يلا مات، أهم شي ذبحت. أيوة يلا نبدأ الحين. بسم الله، في البداية تدخل مخويك، خلونا نتأكد أول شي من المشكلة. ننضم على أي واحد من الفريند، ريان حدا، أي واحد من العيال هذي. أنا متأكد راح يقبلون بسرعة. في قبول؟ أيوة قبلوني، بيض الله وجيكم، والله إنكم كفو يا شيخ. المهم الحين راح نشوف الشات. تشوفون ما اقدر اتكلم الحين، تشوفون بس اقدر ارسل اختصارات تشوف، وارسل فيسات بس، هذا اللي اقدر. فعشان تحل المشكلة هذه كل اللي عليك انك تدخل على اعدادات جوالك وتحول لغة الجهاز الى اللغة الانجليزية. راح احولها وارجع لكم. زي ما تشوفون احنا الحين غيرت لغة الجهاز، انا خليت اللغة على اللغة الانجليزية اللي هي لغة جهازي. شوف الحين لو جربنا نقدر نكتب. جرب. مرحبا مرحبا، زي ما تشوفون المشكلة انحلت، تقدر الحين تكتب. بس كذا يكون وصلنا نهاية المقطع، أتمنى عجبكم، يعطيكم ألف عافية على وقتكم، ومع السلامة.